وطن منحازون للحقيقة. لا أعتقد أنه هاي المساعدات القطرية اللي بتم يعني صرفها باتجاه قطاع غزة هي من باب المساعدات الإنسانية فقط، باعتقادي كمواطن فلسطيني أنه هاي الشغلات ممكن تكون هي تنفيذ لبعض الآراء، بعض التوجهات خلينا نقول القطرية أو السياسات القطرية داخل اللي هو قطاع غزة، لسيما أن قطاع غزة أساسا هو محاصر والكل حاط العين، الكل حاط العين على قطاع غزة، فأي حدا عنده أي أجندة حابب يمررها فهو بيمررها من خلال قطاع غزة. المساعدات القطرية هذه اللي بتدخل على البلد نظام زي إبر بنج بدوها للشعب إنه يسكت شوية عن كل اللي بيصير بالشعب، يعني أنت 9 مليون دولار هذه إيش تكفي لما تعطيها للبني آدمين اللي في قطاع غزة؟ يعني ضحك على اللحى، وعمال النظافة اللي في الشفاء ما تقضوش منها أي حاجة، وأنت زي ما شفت أنا كنت في الشفاء طبعاً، يعني اليافطات واللي كانوا الشعارات اللي حاملينها إنه قطر مش مستفيدين منها حاجة، والمشاريع اللي بيعملوها في قطاع غزة كلها بتروح للناس معينة مش لفئات من الشعب مستقصدينها. من رأيي إن هذه المساعدات يعني هي فعلاً إنه هي كسياسية أو محنكة، هذه الشغلات الدليل مثل هذه ما بنشوفش منها أي إشي، يعني كله بياخدوها بيقدموا هذه المساعدات إلنا كجانب إنساني، لكن هي فعليا كأمور محنكة من ناحية سياسية لهذا المجتمع، يعني ليش مجتمع غزة بتيجي لغزة كلها بتروح لأصحاب المصالح، أما غزة هي مش شايفة مساعدات لا من قطر ولا من غير قطر. المساعدات اللي بتيجي من قطر لتمرير قضايا سياسية بتيجيش لله، يعني المليون دولار اللي بتيجي لمين بدها تكفي؟ نص دولار لكل شخص إيش بيعملوا فيها؟ لإيش بدهم إياها؟ يعني بتحلش اي مشاكل وبيزداد الوضع سوء. ليس من الطبيعي انه يقدموا لنا مساعدات بدون اي مقابل، فالمساعدات هذه لازم تروح للاسر الفقيره المحتاجه، الاسر المناطق التماس المناطق المحتاجه، يعني وضع صعب جدا في غزه، والمساعدات طبعا اللي بتيجي هذه من قطر سواء من قطر او من غير قطر، يعني بتروح لفئات معينه لا محسوبه على ناس سين او صاد، هاي المشكلة. المساعدات اللي بتيجي من شو اسمه قطر يعني تمرير سياسة معينة لإرضاء أمريكا وإسرائيل، ما هدف مش أكثر، حتى إنه وزير الداخلية القطري كان عدة مرات يقول أنا بتمتعش إلا في زيارتي إلى 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 إسرائيل. تقريبا المساعدات القطرية يعني بتيجي منها تمريرات سياسية أكثر من إنها مساعدات إنسانية. ولذلك يعني أنا بنوه على كل هذا الوضع صار بالمرة في غزة لا يطاق. وطن منحازون للحقيقة.